محبين الحياة الصحية، شنو أول وجبة لك في اليوم هي اللي تعطيك السيطرة أو فقد السيطرة على شهيتك طوال اليوم؟ بمعنى إذا بديت يومك بخضروات، سواء عصير أخضر أو شوربة خضراء أو سلطة خضراء أو أعواد من الخضار أو خضار سوتي أو بروتينات من البيض أو بروتين نباتي أو بروتين حيواني، هذه الاختيارات في بداية اليوم تعطيك الكنترول لبقية اليوم للسيطرة على شهيتك. لكن إذا بديت يومك بشيء حالي وطعم شيرة، مثل الأشخاص اللي ما يتريقون وبعدين إذا راحوا الدوام يشربون قهوة مع قطعة من الحلويات المصنعة، فهذيلة يصيرون طول اليوم يبون شيرة وطول اليوم يبون حلويات ويفقدون السيطرة. فهناك تأثير للوجبة اللي أنت تأكلها عليك، سواء شراب أو وجبة إذا أكلتها بعدها لها تأثير عليك، وهذا التأثير يكون بالسلب أو الإيجاب. بسم الله. أنت تتأثر بكل شيء، صديق، أكل، بيئة، تتجاوب معها وتتأثر على حسب صداها عليك. كلت وجبة حسيت أني نشيط، حسيت أن طاقتي حلوة، بالمقابل ممكن أكل وجبة أقول مش فيني صدعت، صار فيني طنين وبطني قام يعورني. هذا تأثير الغذاء يعتمد على اختياراتك. طبعا احنا قلنا ان في اشخاص عندهم السنسر عالي، اي لغة الجسد، فجسمه يقول لان تعبت او ما تعبت. في اشخاص مطموسة تلك اللغة، ياكل المضر ما عنده اي احساس بالتعب، لكن فيما بعد عندما تصمت تلك اللغة يبدأ الهدم من الداخل وتفاجأ بمرض. يفاجئك ذلك المرض بسبب انك انت كتمت تلك اللغة التي يعبر فيها جسمك عن انزعاجه او عدم تقبله لما تأكله. وهي صارت الشوربة لذيذة، سبحان الله الطباخة صاير فيها شيء متغير، ما ادري، صارت مؤخرا تعطيني افضل ما عندها. يا الله يا ربي تسخر لي من عبادك الصالحين، تسخرها لي والله حبيبها تجنن. Put them all inside. الدين والدنيا. قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. بمعنى انك انت راح تتأثر بالاشخاص اللي تقعد معاهم، او انك تشتري منه، او ان تلزق الريحة الحلوة بثيابك، فبعد ما تطلع من محل الطيب يقولك وا ريحتك تجنن، والله بخرني، والله عطاني سامبل، اللي ممكن يحرق ثوبك. أو نفس لما تروح مثلا سوق السمك ترجع ريحتك سمك. فشايف أنت شلون قاعد تتأثر بمن حواليك؟ عشان كذي دير بالك، الصاحب ساحب. الحمد لله على نعمة الصحة اللي تمكننا من أداء الرياضة، انتهيت من أداء تماريني. لو تعلمون السعادة اللي نشعر فيها أثناء أداء الرياضة لجلدتمونا عليها بالسيوف. كان غرتم، كان احتريتم، كان تحسفتم، كان قلتوا الله أنتوا كذي مستانسين. بالذات هذه الرياضة، بالذات يمكن رياضة الكارديو مجهدة للبعض، يكون عنده مشكلة في الكارديو فاسكولار فيصير تحب على قلبه، بس رياضة المقاومة اللي فيها جولات وراحات وطقات وتكرارات وتايم اوف تنشن وما تتجاوز تقريبا 60 دقيقة، هذه غير تعطيك النوم العميق، تفرز لك هرمونات الوناسة، دوبامين يعني حاس انك منجز. شوفون الرياضيين يمشون مشيت الانجاز والنجاح.
سيروتونين مستانس، ناقل العصب للسعادة فعال، الإندورفين مسكن الألم، مشاعر عجيبة غير المظهر. اللهم صل على محمد تبارك الرحمن. غير الثقة بالنفس، غير الخفة في الحركة، غير شد ونحت الجلد. وش أقول وش أخلي؟ الشخص اللي ما يلعب رياضة نشعر كأن الشخص اللي ما يتحمم. لما تشوف واحد مو متحمم، مغبر، مدهن، تقول أبين مش هذا. نفس الشيء اللي ما يلعبون رياضة كأنهم مغبرين، مو متحممين، مو مستمتعين. وسبحان الله من فوائدها إن كانك مريض ولعبتها تطيب، تعطيك الفاست ريكفري. في تمارين حق المريض، لأنك لما تعرق تطلع السموم، لما العرق يطلع من جسمك السموم تطلع معاه، ينظف جسمك، قوامك يصير حلو، مشيتك تصير خفيفة، هرمونات السعادة تنطلق، الدورة الدموية تنشط، الشهية يصير فيها كنترول تجاه الأكل، النوم يصير عميق، الوجه يصير مشدود. والله إني مساعة أسوي تمارين الأكتاف، رقبتي كذي تتقلص، أحس إنه قاعد تنشب. وناسة وناسة، والمساكين اللي بس يمشون، مو عيبا بالمشي، لكن المشي ما يشد. المشي انت بس كذي قاعد تحرق سعرات. في لها فوائد، صحة القلب، كفاءة الرئتين. طيب فوائد حاصلة في الرياضة، وهذه الاديشنال مالها اللي هو الشد والنحت. ما ادري، اسأل الله ان يدعمكم هذه السعادة. وان الرياضة ادمان صحي، استمتع بجودة الحياة، استمتع فيها. الصحة والعلم لا تستخسر فيهما شيء. فاللي ما يلعبون رياضة يلدهم طايح، ولما يطيح اليلد يعني العضلة ميتة، ولما العضلة تموت المفاصل تتحكك، بعدين لاحقين على الخشونة. الخشونة عظما يحك بعظم. يا رقبتي، يا جد مركبي، يا ظهري، خشونة وديسك، انزلاقات غضروفية وعرج النسا، مشاكل راح تواجهكم. تقولون واي ما ندري الحين شو نسوي، تصيرون تخافون تلعبون رياضة لأنه وصل الأمر إلى مشكلة في المفصل، مع أنه ممكن هذا الشيء يتعالج إذا كان عندك مجرب إعادة تأهيل. فليش أنت ناطر الخشونة؟ ليش أنت ناطر الديسك؟ ليش أنت ناطر عرق النسا؟ ليش أنت ناطر تيبل المفاصل؟ هذا الألم الجسدي، وفي ألم نفسي لأن شكلك ما حيكون مرضي. تشوف جلدك طايح، لما تشوف لحمك طايح، لما تشوف كل شيء مترهدل، يا ربي ما أدري كبرت. ما يكبر الجسم، ممكن ملامحك كبير، جسمك ما يكبر. أنا أعرف ناس كبار بالعمر بس ما شاء الله جسمهم شباب، لأنهم اعتنوا فيه وهيئوا له الظروف الزينة علشان يكون بحالة أفضل، من تغذية، من رياضة، من تفكير إيجابي، من إيجاد السعادة حواليك بتحقيق أهدافك. نسأل مراجعينا ما الهدف الذي من أجله أتيت؟ فمن خلال كلامك عن اختياراتك التغذوية اكتشفت أنك متبعة اختيارات كثير صحية للدم القلوي، وأنت المفروض تكونين أيضاً كثير صحية للدم الحمضي. فأنت مو فاهمة شنو اللي بالضبط يناسبك. قاعدة تاكلين أكل صحي وموصوف أنه من ضمن الأكل ضمن معايير جودة، لكن ما يركب عليك. لكل جسد شفرة، لكل جسد لغة، لكل جسد تغذية. هذه التغذية ما هي ثابتة على الدوام، يعني لما نعطيك نظام غذائي معين مو معناته أن الأكل الثاني ما تاكلينه طول عمرك. ما في شيء اسمه حرمان، لكن هذه الفترة من الزمن أنت بحاجة للتركيز على هذه الأطعمة عشان توازنين وتكونين وسط بين الحمضية والقلوية. ما نبيش تكونين شديدة الحمضية ولا شديدة القلوية، إنما وسط، وخير الأمور أوسطها. فنستغني عن أكلات معينة فترة معينة ونركز على البقية، لما نتوازن نرجع نسوي مكس من كل شيء. عرفتي ليش أنت قاعدة تقولي لي أنا قاعدة أختار أكل
صحي بس ما احس اني استفيد منه لان مو ضابط عليك، عرفت شلون؟ وهذا من العلوم الحديثه اللي تحدث نقله كبيره في مستوى صحتك، صحة البشرة، صحة الشعر، صحة العضلات، المفاصل، يتغير تغيير جذري، بالذات إذا صارت التغذية راكبة عليك، وإذا تم مساعدتك ببعض المكملات العشبية بصيغة فعالة. عشان كذي في ناس تقول خدت فيتامينات ولا استفدت منها، ليش ما أخذتها بصيغة البتروكيميائية عديمة المنفعة؟ على سبيل المثال لو جبتي نفط وحطيتيه بالسيارة بتمشي؟ لازم يتحول الى الصيغه الفعاله البنزين. نفس الشيء الفيتامينز والمينرال لازم تتحول الى الصيغه الفعاله عشان يمتصها جسمي ويستفيد منها. ومن اهم الفيتامينات اللي لازم تكون بصيغه فعاله هو الفوليك اسيد. فما يصير اخذ فوليك اسيد از فوليك اسيد، لازم اخذه بصيغه الفعاله عشان استفيد من فوائد الجمه. تدرين ان الفوليك اسيد واحد من مجموعه البي كومبلكس؟ بي كومبلكس يعني بي 1 بي 2 بي 3 بي 6 بي 7 بي 9 بي 12 بي 9 هو فوليك اسيد. فلما اخذ اكتيفيتد بي 9 افضل من الفوليك اسيد لان صيغه فعاله، لاني حستفيد من فوائده بالذات للسيدات المقبلات على الحمل. فعشان انا استفيد منه لازم يكون بصيغته الفعاله. نجي على الفيتامين بي 12، لازم اخذه بصيغته الفعاله، صيغته الفعاله انه يكون ميثايل كوبالامين ما يكون سيانو كوبالامين. فاذا خذيت مكملات غذائيه وجدت فيها السيانو كوبالامين او الفوليك اسيد از فوليك اسيد اتجنبه، اذهب الى الصيغه الفعاله. حتى المغنيسيوم ذات نفسه، المغنيسيوم يناسب ناس وما يناسب ناس. بس من ضمن اذا انا من ضمن الاشخاص اللي محتاجه مغنيسيوم فأنا لازم آخذ مغنيسيوم مصنع من الأحماض الأمينية، مو لاكساتيف يخسرني صوديومي. ما أنا أبي صوديومي عشان الهضم وعشان النشاط وعشان الفرفشة ولعمل الناقلات عقيم الطعام وتفكيكه، هو مثل التيزاب يفكك الأكل. يعني في كثير من الأمور أنتم تجهلونها في حالتم اختياركم لمكمل عشوائي. ما يمكن هذا المعدن أو الفيتامين عندي زايد أنا محتاجه، يمكن أنا ماخذ فيتامين أحتاجه بس مو بصيغة فعالة. الأمر معقد، اترك اللي أنا مستغربة جدا، شلون جسمي ضعف ووجهي تتفخ، وجهي صار مشرب بالحمرة، صار يعكس الضوء، صار نظر، مساماتي تسكرت، أحس عيوني تبطلت، أشفت الحياة بمعناها الحقيقي. لأن الصحة في الأكل اللي تضرب عافيته بوجهي، السيما في الوجه، سيماهم في وجوههم تضرب العافية بوجهك. من تشوفين تجاعيد مليئة بوجهك، تصبغات، بشرة شاحبة، مرهقة، في شيء غلط. والمعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. إذا صلح جهاز الهضمي 70% من المناعة صلحت، وإذا تدمر جهاز الهضمي أول شيء يدمره نفسيتك، مزاج متقلب متردد، يفقد شغف الحياة. إذا سبحان الله بيئة المعدة ما صلحت، كثير من الشرحة والشفرة.